بسم الله الرحمن الرحيم. توفى منذ يومين أحد المبدعين الكبار في السينما المصرية الأستاذ نادر جلال، فلنقف دقيقة حدادا على هذا المبدع العظيم. تفضلوا. نادر جلال أحد المبدعين الكبار، وهو من جيل الوسط. والده الأستاذ أحمد جلال كان صحفيا ثم اتجه إلى الإخراج، وعمه المخرج العظيم عباس كامل كان صحفيا أيضا واتجه إلى الإخراج، وكان طليعيا، وأول من تكلموا على الحجاب بطريقة كوميدية عظيمة جدا. وعمه الآخر الأستاذ حسين فوزي مخرج الاستعراضي الجميل، وابنه أيضا المخرج الكبير الأستاذ أحمد جلال، ووالدته السيدة ماري كويني، وخالت ماري كويني هي السيدة آسيا التي أنتجت الناصر صلاح الدين. إيه الأسرة الجميلة وإيه الحلاوة بتاعت الناس دي. أنا كنت في المغرب قريب، كنت بأكرم في مهرجان مراكش. الشعب العربي في المغرب مش ممكن حبه للفن المصري، حافظ ومتتبع السينما والمسرح والكتاب أيضا. أنا قابلت ناس بيقروا الكتب اللي صدرت في الفترة ما بين 25 يناير إلى الآن. قد ايه الناس بتحب مصر عن طريق الفن، الفن، الابداع. احنا عندنا منظومة عظيمة جدا، منظومة الفن، ابتدت من اواخر العشرينات لغاية دلوقتي، والحمد لله انها مستمرة. اي نعم بالله عقبات، انما ما فيش حد يقدر يقف قدام الابداع. هذا الشيء الجميل. السينما أثرت في الشعوب العربية كلها من أول المغرب لغاية البحرين والعراق، جميع البلاد العربية ينتقون الفن المصري. الفن المصري أيها السادة قيمة عظيمة جدا، وهو أمضى من أي سلاح. منذ يومين أيضا لقيت السفير الصيني مهتم جدا بأنه هو يذيع مسلسلات صينية مدبلجة بالعامية العربية. قد إيه الناس دي بتحترم نفسها وبتحترم الإبداع. سيد رئيس الوزراء، نحن لا نريد من الحكومة أن تكون عبء علينا، ولكننا نريد أن تحمينا، تحمي الإبداع، هذا الشيء العظيم اللي موجود في 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 كل مصري. في أي بلد صغيرة تلاقي مبدعين، تلاقي مغنيين، تلاقي عازف ربابة. الفن المصري احنا ورسينه من زمان جدا، متأصل في النفسية المصرية وفي الشعب المصري. أنا أرجو أن احنا نهتم بالإبداع، نحن شعب مبدع، وكل فكرة وراها إبداع، كل نظرية في صالح الإنسانية وراها إبداع. الإبداع شيء عظيم، لا نريد أن نفقد هذه المنظومة الفنية الجميلة. أنا شايف ناس كتير، وشايف زملاء ليا، وشايف ناس عظام الحقيقة، بس أرجوكم، أنا عايز أحيي فضيلة الشيخ جمعة وزير الأوقاف، هذا الرجل العظيم. الجريء القوي، لأول مرة نلاقي شيخ عظيم وسطي وقوي وبقوة ما موش أي حاجة. بشكر أيضا فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، هذا الرجل الفاضل. أنا لما قريت وثيقة الأزهر لأول مرة ألاقي الاهتمام
بالإبداع الثقافي والفني. لأول مرة أسمع كلمة الفن تخرج من الأزهر، وهذا شيء عظيم بالطبع. أيها السادة، نحن نملك منظومة عظيمة، أرجو أن نتخلى عنها، أرجوكم لا نتخلى عنها، وشكرا جزيلا.